القطاع الصحي التابع لمحافظة الحديدة اليمنية بيانا يوم الخميس ذكر فيه بأن التحالف الذي تقوده السعودية قام بقصف سوق محلي في مدينة الحديدة خلال الغارات الجوية التي شنها في اليوم ذاته، مما أدى إلى مقتل 52 من المدنيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. وعبر بعض السكان المحليين عن أن السوق كان مزدحما بالمواطنين وقتل كثير من التجار والزبائن في الموقع بسبب القصف، ونقل عدد كبير من المصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. وبسبب الإصابات الخطرة التي تعرض لها بعض الجرحى فإن عدد القتلى قد ارتفع. هذا ويطل ميناء الحديدة على البحر الأحمر ويعد ممرا هاما للجماعة الحوثي، فهو حلقة الوصل التي تربطهم مع الخارج. فبدأ الجيش الحكومي اليمني عمليات عسكرية واسع النطاق لإعادة السيطرة على الحديدة منذ 13 من يونيو الماضي بالدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.